لا هي رسالة، أنا لا أعتبرها يعني ضربة هجومية، أنا أعتبرها ضربة دفاعية ورسالة موجهة إلى يعني سوريا وإيران وحزب الله، لأن أنا قلت أن نشاط حزب الله هو ليس الدخول من يعني الجبهة الشمالية فقط، النشاط الأوسع السنوات الماضية خصوصا بعد الحرب السورية لحزب الله هو في الداخل السوري، لأن خصومة السياسية في الداخل اللبناني والوضع الاقتصادي الصعب جدا الحقيقة وضعف شعبية حزب الله في الأوساط غير الشيعية هناك جعله يعني يستعير الميدان السوري، لذلك هناك تخوف في الداخل الإسرائيلي من أن تجتمع يعني نشاط حزب الله ونشاط الفصائل التي يعني ترتبط بالحرس الثوري لتوجيه ضربة قوية، وهذا ما يفسر أيضا التدخل الأمريكي. أنا أعتبر التدخل الأمريكي، واليوم أيضا البريطانيون صرحوا بأنهم سيرسلوا أيضا أسطول، هو لتطويق الأزمة، يعني لا أحد يريد أن يتسع نطاق هذه الحرب، أن يبقى ضمن الحدود يعني حدود فلسطين وليس خارج فلسطين. فأنا أعتقد هذه الضربة هي موجهة يعني كرسالة، إضافة إلى قطع خطوط الإمداد، يعني القراءة من استهداف المطارات هو مرتبط لأنه هو نقاط الإمداد هي المطارات الحقيقة بالسلاح، فمحاولة تعطيلها أيضا يؤكد هذه الفكرة التي نذهب إليها. النقطة الثالثة بحسب وجهة نظري من هذا القصف موجه للدولة السورية التي وجهت لها إسرائيل تهديدات واضحة باغتيال الرئيس السوري وبالقصف المعمق للمؤسسات السورية إذا تدخل سوريا بهذا الأمر، وسوريا واليوم هم يرسلون هذه الرسالة لأننا جادون يعني بهذا الموضوع، إضافة أن الموقف السوري الحقيقة مرتبط أيضا رحاية الموقف الروسي، يعني هناك تداخل بالعملية. فأعتقد أنه هذه النقاط الثلاثة التي نستطيع أن نقرأها أستاذ أحمد من هذه العملية. طيب.